ذكرت مرة أن امرأة كانت أمة عند رجل من بغداد، فسمعها تصلي من الليل وتتهجن وتقول: اللهم بحق حبك لي إلا غفرت لي وقربتني وأدخلتني الجنة. فلما أكملت صلاتها قال لها سيدها: يا أمة الله، سمعتك تقولين اللهم بحق حبك لي، ما هذا الدلال على الله؟ كان يجب أن تقول اللهم بحق حبي لك إلا غفرت لي وقربتني وأدخلتني الجنة. قالت له: يا هذا ما فهمت. قال لها: وكيف؟ قالت: لولا أن الله تعالى يحبني ما أيقظني في هذا الوقت من الليل، ولا أوقفني أمامه، ولا أطلق لساني بمناجاته. كل هذا دليل على أن الله يحبني، فأنا أقول اللهم بحق حبك لي إلا